بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب الشهادة السودانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانتهاء هذه الوحدة لحتة المركبات العضوية والكيمياء العضوية، تعرفنا على طبيعة الروابط في المركبات العضوية، الخواص العامة للمركبات العضوية، المركبات العضوية حسب المجموعات الوظيفية، وكتابة السياق الجزيئية والبنائية لها، وتسميتها تبع لنظام الأيوباك. وأيضا تعرفنا عن المعادلات الكيميائية التي تعبر عن تفاعلات الإحلال والإضافة والنزع والتأكسد والاختزال لبعض المركبات العضوية، وطرق تحضير المركبات العضوية، وأنواع البلمرة، وصور التماكب المختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.